توشح الفريق الملكي البحريني القدرة بجائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي كأفضل فريق عربي، وذلك لفوزه ببطولة العالم للقدرة للناشئين في تشيلي عام 2015، وذلك في الحفل الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي. وتسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي جائزة فوز الفريق الملكي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب راعي الحفل، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الأردني وغربي آسيا لكرة القدم وحضور رسمي كبير. وفي تصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بعد انتهاء مراسم تسليم الجائزة أكد سموه أن الإنجاز الجديد الذي حققه الفريق الملكي للقدرة بفوزه بجائزة أفضل فريق عربي هو نتاج الدعم الكبير الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى للحركة الرياضية في المملكة، والتي تحظى بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل جلالته الحريص دوما على الوقوف إلى جانب فرسان المملكة في مختلف البطولات رفع معنوياتهم وبث روح الحماس فيهم من أجل تحقيق الإنجازات باسم المملكة، الأمر الذي ساهم في بلوغ رياضة القدرة لمستويات رفيعة على المستوى العالمي، مؤكدا أن تحقيق الفريق لهذه الجائزة يعتبر بمثابة الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها الفريق الملكي في عام 2015 وعام 2016. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقد زادت فرحة الفريق الملكي بالجائزة في البلد الشقيق دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة دبي التي تعتبر وطنا للإبداع والابتكار في مختلف المجالات وسط الرعاية الفائقة والنهج الذي يتبعه الداعم الأول للابتكار العالمي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والذي أرسى دعائم وحب الإنجاز والإبداع في الإمارة ونقله في الصفة إلى مختلف بلدان العالم بهذه الجائزة المتميزة التي بات الجميع يتسابق من أجل الظفر بها.